استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 3 من العائدين إلى الصف الوطني الذين تركوا معسكرات العدوان في المناطق الحدودية والساحل الغربي وهم، صقر الجوبي، مراد السكب، فؤاد الجماعي. وخلال عملية الاستقبال عبر العائدون عن سعادتهم البالغة بعودتهم ووصولهم بأمن وسلام إلى العاصمة صنعاء، ودعا العائدون بقية المخدوعين إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني لينالوا شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم ضد الغزاة المحتلين.